فإذا الله ما طلب منا الذكر، الله ما طلب منا الذكر، لكن ما طلب، ماذا طلب منا؟ الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر. والإكثار من الذكر فيه كثرة ذكر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. منات عند الذكر بدك تشعر يا أبي، بدك تشعر هو معك، وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر. إيه الأخ ما عم يقعد يمسك المسبحة، عم يخض المسبحة وما له مفكر إنه شو عم يعمل، فكر إنه بده قلبه يتحرك. ابني أنت مع الله، وأنا معه، وأنا معه إذا ذكرني. بدك تشعر بالهيبة، بالجلال، بالعظمة، بالقدرة. لذلك بيقشعر الجلد عند ذكر الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صير عندك الوجل، خوف الله. نعم، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. يعني أنت ذكرت الله وحدك والله يذكرك. بماذا يذكرك؟ يذكرك بفضله وعطائه ورحمته ومغفرته. ييسر لك الأمور ويقضي لك الحوائج ويجعل لك الحب في قلوب الخلق، الحب في قلوب الخلق. هذا مادة كبيرة بما قليلة. قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. ود في قلوب الخلق، في كل الخلق بيحبوك. ما نظر إليك أحد إلا أحبك، ما جالسك أحد إلا أحبك. مين اللي حط هالود؟ جل جلال الله. هاي آية بأني سورة؟ بآخر سورة سيدنا مريم، بآخرها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. هاي ذكر الله لك يا ابني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنت ذكرت مع رفقاتك، تعالوا خلينا نذكر الله، عدوا خلينا نذكر الله، ذكر الله جميل، ذكر الله حلو، عدوا لنذكر الله. أنت ذكرت مع رفقاتك، لكن الله ذكرك مع حملة العرش، سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والكربيون وكلهم، الله يذكرك معهم. ذكرته في ملأ خير منهم. سيدنا جبريل وميكائيل أليسوا خير من جماعتك ورفقاتك؟ فاذكر الله. وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا. أنت ذكرت الله ربع ساعة، الله يتقرب إليك نصف ساعة. أن الذراع شبرين، الذراع شبرين، هذا الذراع ها شبر، ها شبر تاني لوين بيصال؟ للمرفق. هذا الذراع، الذراع الشرعي هذا. فإذا أنت تقربت إلى الله شبر، تقرب الله إليك ذراع، يعني شبرين. وإن تقرب إلي ذراعا، تقربت إليه باعا. الذراع 50 سنتي، الباع مترين، هي 50 وهي 50 وهي 50 وهي 50، شو صاروا؟
هون أقل من 50 تيجي الرقبة بتكمل فمترين صار. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هرولة المشي تمشي، المشي الكيلو متر بده تلت ساعة مشي، لكن هرولة قديش بيقطعه؟ بعشر دقايق. وإذا كان عداء من العدائين بخمس دقايق، وإذا كان بالسيارة وإذا بالطيارة قديش بياخذ؟ وإذا كان بالصاروخ، وإذا كان فضل الله، فضل الله بده صاروخ، فضل الله أوسع. هذا الذكر. ألا تحب أن يذكرك الله؟ ألا تحب أن يكون الله معك؟ اجلس للذكر، لا تقول مشغول ما لي فاضي. مهما كان فرغ وقت لله يا ابني. الإنسان عنده أوقات كثيرة عم يضيعها، فرغ وقت لله سبحانه. مهما كانت الظروف، في الصباح، في المساء، في الليل، عود مع الله. جلس مع الله خير لك من ملء الدنيا جوهرا. ملء الدنيا لحظة مع الله، عود. يلي بيدوق بيعرف، يلي بيدوق بيعرف. قالوا من ذاق عرف، ومن عرف اتصف، ومن اتصف نال الشرف. من عرف، من ذاق عرف، ومن عرف اتصف، ومن اتصف نال الشرف. شرف المجالسة لله. هذا الذكر.